النهارده انا كنت في النادي قبل ما اجي على الهواء يا استاذ صبحي، يمكن عدد كتير جدا من اعضاء نادي الزمالك كانوا نجدوا المستشار مرتضى منصور. طبعا انت عارف البطوله الاهم طبعا بطوله كاس العالم، في ظل الحجز بقى على الارصده وتجميد كل ارصده النادي والنادي فعلا زي ما انت يعني عبرت النادي مشلول ماليا، انت مش قادر تتحرك. الاعضاء النهارده بمجرد الاطفال والاعضاء والكبار والشباب، لان رايح نادي الزمالك في التوقيت ده بالصوره الروعه طبعا الموجوده في نادي الزمالك، اكثر من 20 شاشه عرض، فالناس طلبوا من مستشار مرتضى منصور ان هو يوفر لهم اجهزه لي والله العظيم زي ما بكلمك النهارده. لا انا بضحك لان ارد عليك في نفس الموضوع. وطالبوا ان يكون في اجهزه لبث مباريات كاس العالم، طبعا انت عارف ان طبعا القناه صاحبه الحقوق واخده الامور حصري ولازم يكون في اشتراكات على الفور، وبعد حوالي 20 دقيقه ما عداش ال 20 دقيقه كان دم ربع ساعه بالظبط كارم بيقول لي تم الاشتراك في الباقات وتم توفير اكثر من 20 جهاز وتم عرض الفعاليات بتاعه كاس العالم طبعا اللي في دوله قطر، وكل اعضاء نادي الزمالك طبعا شكر مستشار مرتضى منصور وكله بقى يتابع على مدار اليوم طبعا، لان انت عارف كل يوم اربع مباريات وثلاث مباريات، فنادي الزمالك كانه نقل لك كاس العالم من الدوحه لميت عضو. بص يا كريم، اولا دي خطوه جيده جدا، انا بشكر عليها المستشار مرتضى منصور، خصوصا انا عارف انه تقريبا عمل اشتراك من جيبه الخاص، يعني اعتقد ده. يعني تقريبا مش من النادي. نعم. قبل دي انا هو في النادي في حاجه؟ ما انا بقول لك قبل دي انا كنت موجود امبارح في النادي، احد الاصدقاء قاعد معايا بيقول لي انا عايز اروح لمرتضى منصور اقول له سمحت. دي لقطات اهي للاعضاء وهم بيشاهدوا، عايز اروح لرئيس النادي اقول له يعمل لنا اشتراك بين سبورت. انا ضحكت، بيقول لي بتضحك ليه؟ قلت له روح لوحدك، لاني لو رحت وطلبت منه ده دلوقتي هيلغي عضويتك. صعب يعني جدا يا جماعه. نعم. انت كمان بتطلب رفاهيات، يعني انت وصلت لمرحله يا عمرو انك انت مش بتطلب بس تروح بتلعب ماتش، لا ده انت بتطلب بين سبورت. يعني انا خايف انا كمان ازود واقول له يا ريت بقى تعمل لنا الواي فاي في النادي اللي كان موجود تبقى متعه، يعني ما نقعدش في بيوتنا، هنروح نقعد في النادي على طول يا كريم. نعم. يعني كمان مع الانترنت مع بين سبورت انا اتصور والله قعدتنا كلها هتبقى في النادي. دي هديه منه كمان طبعا للاعضاء، يعني انا تاكيدا ليك انا باكد ان دي كانت هديه منه النهارده للاعضاء، وهي يعني زي انا ما قلت. نعم. انا بقول لك هو لانه بيحس بالناس، وده تصرف نبيل جدا. لا يصح برضه انه نادي كبير بحجم الزمالك بيدخله كل يوم من 30 ل 50 الف بني ادم من اعضائه يبقى خارج الخدمه في كاس العالم، لا مهم جدا الناس، لانه حتى كتير من الاعضاء ما عندهمش اشتراك بين سبورت في بيوتهم. فبيضطروا ينزلوا على قهاوي ولا بيقعدوا في اماكن مزدحمه ويتفرجوا على الماتش. لا، نادي الزمالك يبقى مفتوح، وده البيت اللي هو الكبير ده. نعم. بيت العيله، وكبير العيله موجود بيعمل ده، بيربط الناس اكتر. صح. بيقعدك في النادي اكتر، وانا بقول لك والله لو في خدمه انترنت انا هروح بيتي على النوم. نعم. لانه نادي الزمالك يعني انت قاعد فيه بتحس فعلا انك قاعد في ملكيه بيتك. خاص بيتك. والله حقيقة. بيتك حقيقة والله. في شعور كده غريب جدا، بتبقى مش عايز تروح، تقوم من النوم تقول هريح بكره، تاني يوم بتلبس وبتطلع على النادي. فطبعا انا شايف انها خدمه جديده مهمه جدا، على الرغم من الظروف الصعبه اللي بيمر بها نادي الزمالك.